اهلا اهلا سي السردي مي السيد الخرفان اهلا سي لا اراك بادي بكري هذا العام مع اخرج رمضان خرجتي لينا انت الناس اللي بادين بكري وسط رمضان حدوا لي الثمن وقال لك اسيدي غالي يعني في الواقع انت رخيص ايوا سردي متوسط 4000 درهم تقريبا وهذا راه صداق ماشي عيد راه العلفه السي لا واخا تكون عالف السوشي ايوا ما تنساش راه انا كنعلف من جهه والشناق كيعلف من جهه شنو كيدير هاد الشناق كان من الفيرما رخيص شناق كي الشناق كيبيعني الشناق كانت تباع خمسات المرات عاد كان ليكم ودابا راه كاين الخروف الاسباني رخيص ومليح وكينافسك خاصك تواضع معنا ولكن انا راه كانت دي الجوائز في المغرب وخارج المغرب في الجمال والحجم ولكن هاد الاثمنه راه واخا تكون كتدي هاد الجوائز في الفيزياء وعاد زيد الجفاف السي لا في العالم كامل وفي نظرك باش ترخص شنو خاص الشتا ولا خاص يتنقص العلف ولا المازوت هاد الساعة يتنقصو غشناقة. وش الشناقة وشحال كيزيدو هاد الشناقة كاع ايوا الشناق كيشري حولي مع الخمسة الصباح ب 3000 درهم كتوصل ل 10 الصباح كيولي طالب فيه 5000 درهم علاش ايوا كتسولو علاش كيقول لك العلف غالي راه ما خاسر والو شنو باغي تخلص في الاكسجين هذا غاش شناق واحد الى تعطلتي غادي يدوز عند الشناق الثاني ودابا السوق كي ايوة ايوا ما عرفتش انا ما بقيتش كنهبط وليت كنتباع في الكاميو ولكن ضروري تهبطي قلبك واش سمين لا دابا وليت انا كنقول ليه طلع نقلبك عن واش عندك فلوس العيد <applause>